هذه أمريكا حقيقة فتحت على نفسها أبواب جهنم. أمريكا تعرف العراقيين جيدا. عندما يبدأ العراقيون أو عندما يقول العراقيون بأنهم سيطردون هذه القواعد الأمريكية وكل من فيها، فهذا يعني أنهم عند الوعد وسيطبقوا هذا التهديد حرفيا. وأمريكا يعني استسلمت وهزمت في العراق واضطرت للانسحاب ذليلة مكسورة عام 2011 بسبب ضربات المقاومة. فأنا في تقديري يعني علينا أن نضع في اعتبارنا أن المعركة الحقيقية لإخراج القوات الأمريكية من العراق قد بدأت. كل القوات في التنف، في عين الأسد، في اللي هي كي ون اللي هي في قرب كركوك، كل القواعد الأمريكية الآن ستكون هدفا. جربت الولايات المتحدة الأمريكية والهجوم الذي وقع يوم أمس على قاعدة كي ون في كركوك، ماذا حدث؟ الصواريخ التي ضربت هذه القاعدة أثبتت دقة غير عادية، وهذا الذي جعل الأمريكيون يفقدون عقلهم. والله الأمريكان لا يترحموا على داعش وعلى أيام داعش، والله الأمريكان لا يترحموا على أيام المقاومة اللي كانت قبل عام 2011. يعني هذا فعلا فتحوا على أنفسهم أبواب جهنم. كل الشعب العراقي يجب أن يقف يعني خلف هذه المقاومة الجديدة لطرد الأمريكيين الغزاة من العراق. هذا وراء تقدير العدل التنازلي بدأ، ولا أستبعد أن يعني نرى قريبا جدا ترامب يعلن مهزوما سحب كل هذه القوة. أنا في تقديري بدأت حرب الإنابة. أنا في تقديري أمريكا أخطأ، أمريكا وإسرائيل، لأن من ضرب الحشد الشعبي أكثر من 20 مرة كانت اللي هي طائرات مسيرة إسرائيلية وطائرات حتى مجنحة إسرائيلية. ففي تقديري الآن بدأت حرب بالإنابة. إيران لن تسكت. إيران ربما تكون القواعد الأمريكية ليس في العراق فقط، وإنما في السعودية وفي أبوظبي وفي البحرين وفي الكويت وفي التنف، كلها تكون هدفا لهذه الحرب بالإنابة.